يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم لطلابكم وأبنائكم في ضبط مسائل الفقه لكثرة الحاجة إليها ولأنها تتفلت علينا بسبب عدم التدريس والإفتاء وقلة المذاكرة؟ نعم، الفقه ما يؤخذ بالمطالعة، ولا لابد من حفظه وقراءته على المشايخ يشرحوه ويبينوه، إما الدراسة النظامية والمقررات الدراسية، وإما في حلق العلم في المساجد. نعم.